شركة رومور سيف للحلول الأمنية، أول شركة فلسطينية تعمل في مجال الحلول الأمنية المتكاملة وبمستويات متعددة. حراسة الشخصيات بمرافقين ذو كفاءة عالية وبلغات مختلفة، حيث الانضباط والتدريب العالي والالتزام بالتعليمات الموكلة إلى الطاقم بأدق تفاصيلها والزي الخاص والمميز، والكادر الأمني المجهز بأحدث وسائل الحماية للحفاظ على النظام. حراسة الممتلكات العامة والخاصة بأحدث منظومات الأمن العالمية، فما عليك إلا أن تشبك كاميراتك ومنشأتك أو مصنعك ودع الباقي علينا. وللعلم نحن وحدنا من يطبق هذه المنظومة، حيث المتابعة الدائمة واليقظة وسرعة التصرف في حال حدوث أي طارئ. حراسة المجمعات والمعارض والمرافق العامة والخاصة، حيث عملت الشركة على تأمين معرض العجاوي ومعارض الغرف التجارية وحراسة قرية حداد السياحية والكلية العصرية، حيث نالت على ثقة الجمهور. تصميم المنظومات الأمنية المتكاملة الثابتة والمتنقلة، حيث يتواجد طاقم الشركة في جميع محافظات الوطن وهم على أتم الاستعداد لحفظ النظام، وذلك حفاظا على هيبة القانون. تصميم وتنفيذ منظومات الاتصالات الخاصة وتأمينها بتشفير عالي. تأمين الحفلات الخاصة وحفلات التخرج والمناسبات الوطنية، حيث عملت الشركة على حفظ النظام والأمن في العديد من حفلات التخرج في الجامعة العربية الأمريكية، وعملت على تأمين حفل استقبال الأسرى المحررين، وذلك حرصا منها على رفع مستوى التعليم وإدخال الفرحة والسرور في الأهالي وأسر المحررين. خدمات نقل الأموال وفق الشروط والمقاييس العالمية. خدمات التحقيق والبحث والتحري بالتنسيق مع الجهات المختصة. خدمات الجرائم الإلكترونية. كل هذا وأكثر تجده لدى شركة رومور سيف للحلول الأمنية، فسلامة الناس هدفنا وتوفير الأمن والسلامة واجبنا. ما عليك إلا الحضور إلى المقر الرئيس في رام الله شارع نابلس، هاتف رقم 0224139995 أو فاكس 0224139994، أو زيارة مكتب عمليات الشمال جنين مقابل المقاطعة عمارة السمول الطابق الثالث بجانب مبنى المحافظة، هاتف رقم 0424300222.